خلوني اخد راي كاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. اهلا 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 يا استاذ اكرم. اهلا بيك، اهلا وسهلا. ازاي الصحه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله، كله تمام الحمد لله. ايه رايك في سيناريو متوقع للاخوان الليله دي ولمده اسبوع 10 ايام كده؟ والله هو طبعا يعني الحقيقه انا حتى بكره كاتب على موضوع الهبد ده، يعني هو مش مرتبط طبعا هو الاخوان، انت عارف انه مجرد ما نعلن اي حاجه او نعلن جلسه مجلس النواب فطلع للاسف ناس كتيره جدا، ومنهم ناس يعني مفترض عقلاء يقولوا انه من اجل مش عارف تفويض ايه او هنعمل ايه، وهو الموضوع طبيعي جدا وعادي. مجلس النواب في اجازه وانا عامل تعديل، فطبيعي لازم يقر مجلس النواب كجزء من العمل الدستوري. صحيح. ثم الاسماء المرشحه، ما انزل الله بها من سلطان، طبعا احنا عارفين المشتقين والناس، وطبعا بيرشحوا اسماء كثيره، وللاسف بعض الناس فهمت او المنصات فهمت في هذا الامر، واحنا عارفين السوشيال ميديا طبعا من حق الناس تتكلم وتناقش، بس الحقيقه هو مش ده الموضوع، هو الحقيقه الناس اللي قالت اسماء مضروبه واتضح كذبها هو نفس الناس اللي بيعملوا برضو تحليلات واختراعات، ويعني عاملين ان هم اباء العريس وبيخترعوا اي كلام، وبيطلع في النهايه انه ده كل اللي احنا بنقوله ايه. اللي بيتابع ده او بيشير او بينشر يشغل بس العضو المغترب عقله ويشوف ويشغل المنطق. فكره بقى ان هم القنوات، هو طبعا طبيعي انه لازم يلاقوا حاجه يتكلموا فيها على مدى سنوات، واظن ان الوضع دلوقتي بقى مختلف كمان عن الاول. يعني يمكن احنا كنا في الاول كان في نسبه الناس اللي ممكن تتابع او كده، النهارده الناس بتشوف ده كنوع من الكوميديا، يعني اللي هو مش لاقيين حاجه يعملوها. طبعا في جزء اللي انت بتشير اليه اللي هو الحق واصل التعديل واصل الاقتصاد، طب اصلا الموضوع اصله خطير وجده خطير، طب جده خطير، طب ما احنا الحكومه والدوله بتعلن كافه التفاصيل علنا بشفافيه، والله صحيح. الوضع كذا، وبعدين دي ازمه عالميه، ده في جائحه كورونا بنتعامل معاها ازاي، في سيناريوهات الدول بتتعامل مع الامور بسيناريوهات واضحه وخطط واضحه، التعديل الوزاري او التغيير الدوله دي خطط دوله في التعليم في الصحه في الصناعه في التعليم العالي، في موسم النهارده في جامعات داخله، طبيعي ان احنا نغير وزاره الصحه، وزير التعليم العالي كان بيدير وزاره الصحه خلاص هيتفرغ لوزاره الصحه. بالظبط. الحقيقه برضه حتى الوزراء اللي مشوا ادوا ما عليهم، يعني الدكتور طارق شوقي، الناس تختلف وتتفق في ملف التعليم. خلينا نتكلم بوضوح انه وزراء التعليم طول الوقت كانوا بيبقوا محط اتهامات، واولياء الامور ممكن ما يبقوش يعني موافقين، لكن الحقيقه خلينا نقول انه دكتور طارق شوقي ده مشروع دوله اولا لتطوير التعليم، بذل جهده وقدم دوره، وده راجل معروف وعالم وغيره. ممكن يبقى فيه بقى اختلاف وجهات النظر حتى بعد ما مشي، بعض الناس اللي كانوا ضده رجعوا تاني يقولوا ليه يا جماعه مشي، ده الراجل ده كان بيبذل جهد، ده غير نظام امتحانات، ده غير نظام الدرجات، وقلل كتير جدا من الضغط على مدى سنتين، وفي عز كورونا اللي كانوا بيقولوا الموضوع يعني يبقى مرتبط بانه بلاش التابلت وبلاش كذا، اضطر الناس ان هم يعملوا جزء من هذا الامر بشكل او باخر، يستخدموا الاونلاين ومحاضرات في الجامعه وغيره. نفس الامر في ملف الري مثلا، وبرضو الوزير السابق بالتاكيد قام بدور مهم في هذا الامر، ويبقى برضو نفس الحكايه. ممكن يبقى في بقى خطط الدولة، محتاجين نتوسع في الصناعة، محتاجين الملف الاقتصادي، محتاجين الحكومة نفسها. احنا بنتكلم هنا على حكومة كاملة مش مجرد تغيير، لانه الحكومة هتروح العاصمة الادارية. النهاردة الناس اللي كانت بتناقش حتى موضوع العاصمة الادارية، العاصمة الادارية لو انا ابدأ ابنيها النهاردة قبل 6 سنين اتبنت ما كانش حد يتخيل، النهاردة لو ابنيها النهاردة يبقى التكلفة 5 أو 6 مرات. الطرق والمشروعات والكباري، الصناعة ممكن كانت محتاجة شبكات الطرق ومحتاجة الطاقة، النهاردة البنية الأساسية بقت جاهزة، ده في ملف الصناعة اللي نقدر نتوسع فيه، وملف الاستثمارات ده اللي محتاج نقوله، لأنه التوقف المتلفت لا يصل. ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي ليه مقولة دائما اللي هو إيه، لازم نشتغل، لازم الناس تختلف وتتفق، تختلف وتتفق بس المنطق، يعني فعلا في
ناس كتير محترمين جدا وبيتناقشوا وبيتكلموا، وفي ناس الحقيقه اعتادت انها لا تعتمد على منطق او على معلومات وتاخد مقدمات فاسده وتبني عليها تحليلات. اللي صحيح. احنا عايزينه انه الناس تفكر انه في ازمه عالميه وفي شيء، لكن احنا قادرين زي ما عدينا كورونا نعدي ده، وان الموضوع مش بالضخامه اللي طب سؤال يا استاذ اكرم، اكتر اسم لفت نظرك في ال 13 اسم النهارده مين؟ والله كلهم اسماء لافته، يعني انا طبعا انا وزير الري السابق دكتور عبد العاطي برضه خبره وراجل طبعا من مدرسه الري المصريه، الدكتور الوزير الجديد برضه عالم وراجل محترم ولافت للنظر وانه برضه من مدرسه الري المصريه العريقه في هذا الامر. ممكن يبقى الحكم على الاداء بناء على الممارسه، بالتاكيد حصل صانع القرار بيقرا ملفات وبيتابع ويشوف خبرات، بناء على هذا يتم الاختيار. قد ارى انا او يرى البعض انه فلان ده، طب ده جه ليه؟ جه ليه؟ انا هشوفه بعد الممارسه، لانه احنا على مدى 10 15 سنه اللي فاتوا كان بيجي الوزير وممكن الناس يبقى احنا مش متخيلين ان هو ليه جه، ونكتشف ان هو راجل وبيأدي وكذا. وبناء على هذا الاداء النهارده احنا في مرحله محتاجين نبقى واخدين بالنا انه في ملفات كتيره وفي تطوير وفي يعني مشروعات قوميه وفي نمو وتنميه واستثمارات خارجيه وصناعه، كل دي الحقيقه ملفات مهمه، القوى العامله، قطاع الاعمال، كلها ملفات. وبالعكس الناس اللي يقولوا المجموعه الاقتصاديه، طب اذا المجموعه الاقتصاديه ادائها في سياق ما جرى خلال السنوات اللي فاتت واصلاح اقتصادي وغيره وقدرت انها تتحمل هذا وتخوض فيه وتمارسه، والنتائج الى حد كبير ماشيه الاحوال، ليه التغيير؟ التغيير ممكن يبقى بعض الملفات زي التعليم، زي الصحه، وزير التعليم اللي قادم من وزاره التعليم ممكن هيستمر، لان احنا بنتكلم على مشروع دوله مش مجرد وزير يرتبط. ويمكن السياسات الواضحه خلال السنوات اللي فاتت دي سياسات الدوله اللي بتحطها، وبالتالي ما هياش يفترض الا تكون مرتبطه بافراد كل وزير، وده اللي كان العيوب السابقه لكل وزير كان يجي يبدا سياسه من اول وجديد ويغلق الادراج على ما تحقق. اللي حصل انه بالعكس اللي بيحصل ان احنا بنبني على ما حدث، واظن انه التقييم سواء في الاقتصاد سواء في غيره بيتم بناء على نتائج وبناء على اننا بننظر لخارطه اقتصاد عالمي، خارطه تحولات عالميه، انه الدوله ما تشتغلش في ملف واحد، في عده ملفات متعدده، ملفات داخليه وملفات خارجيه وملفات اقليميه، واقليم بيغلي على مدى سنوات وحرب وجائحه، ومع ذلك يعني مصر خلال جائحه كورونا اعتقد تجربتها كانت لافته انه استطاعت ان هي تمر من هذه الازمه. في تاثيرات طبيعيه في العالم كله في غلاء الاسعار او في غيره، الدوله بتحاول قدر الامكان ان هي تخفف من انعكاسات ده على المواطنين، ودي وزارات كلها خدميه، والوزارات الخدميه بتبقى احتكاكها مباشر، وبالتالي طبعاً بتبقى دائما مثيره للاسئله ومثيره للنقاشات. فالسؤال يعني زي ما انت بدات من الاول، انا بتصور انه اللي ما يتم طرحه لم يعد ينظر له بجديه، وصحيح في بعضه بيؤثر على الناس. كل اللي احنا بنطلبه من الصادقين او الناس الطبيعيين هم يشغلوا عقلهم ويشغلوا المنطق ويحللوا ما يتم طرحه، وما يحصلش عمليه طاقه سلبيه او تخويف او غيره، انه نقدر الدوله طالما الشعب متوحد والناس واخده بالها. اعتقد انه تاثيرات هذه الامور ستكون تاثيرات اقل كثيرا في انعكاساتها، لانه صحيح. على مدى سنوات اللي فاتت كان طول الوقت فيه شائعات وفي يعني نميمه وفي خبط وفي هب، كل ده بينتهي، لكن اللافت هنا مش بس الناس اللي بره، الناس اللي معانا اللي هم لا. وبعدين هو امتى في لو صح التعبير يعني في تاريخنا السياسي انه كانت الناس راضيه عن وزاره اصلا، ولما اتغيرت ما طلعوش انه نفس الوزاره اللي كانوا مش راضيين عنها ملايكه، وان اللي جايين دول اكيد وهكذا، يعني التوالي ده طول الوقت مستمر. اشكرك جدا اولا استاذ اكرم، كل الشكر لكاتبنا الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. ويمكن انا بس عايز افكرك بحاجه مهمه جدا، احنا طول عمرنا في اي وزاره
طول الوقت احنا ما بنرضاش عن الوزير ولا وزارته ولا أدائه. وأول ما بيمشي أيا كانت الوزارة إيه؟ والله ده كان راجل عظيم، يا ترى بقى اللي جاي هيعمل إيه؟ حلو؟ أو بيبقى في سيناريو آخر، الراجل ده سكر، ده هو ده اللي هيحل وهو ده اللي هيجيب التايهة. حلو؟ لو غلط أقل غلطة. أنا مش فاهم هو إيه اللي حصل له؟ على فكرة أنا كان عندي تحفظات بس ما رضيتش إن أنا أتكلم. طب ما رضيتش تتكلم ليه؟ أنت في حد كان ماسكك؟ ما أنت كنت بتشكر. إيه اللي فجأة خلاك كان عندك تحفظات وسكت؟ يعني الشكل ده عموما موجود. بس هو أنا عايزك تاخد بالك من حاجة، النوع زي بلادنا، مش بلادنا بس، الناس اللي زي بلادنا أو الشعوب في بلاد زي بلادنا هم طول الوقت بيبقوا مشغولين أكتر مما ينبغي. وهقولك ليه. يعني في بلاد العالم الأكثر تقدما اقتصاديا أو تعليميا أو إلخ إلخ إلخ، بتلاقي انشغالهم بالتشكيل الوزاري أو تعديله أو تغيير الوزارة موجود، بس مش بالحجم اللي عندنا ده. وحالة الهبد المستمرة على رأي أستاذ أكرم مش بالحجم ده. فخلونا نهدى في موضوع الهبد حبتين، يعني نهدى